موضوع انطلب مني عبر تعليقاتكم هو انه احكي عن شخصية الحورية. بصراحة كتير اشخاص حكيوا عن هيدا الموضوع، ولكن المختلف بهيدا الفيديو انه رح اعطيكم الخطوات والتصرفات اللي بتستدلوا من خلالها اذا كانت هيدي المرأة لديها شخصية الحورية. بالفعل أنا كنت أعرف فتاة على أرض الواقع، كنت أعرفها معرفة يعني، وكانت لديها شخصية الحورية، واليوم رح تكون نموذج بهيدا الفيديو، خبركن عن تصرفاتها وعن سلوكها وعن مظهرها الخارجي. أولا الحورية أو شخصية المرأة الحورية، ما بدنا نكذب على بعضنا ونقول ما إلى علاقة بالشكل الخارجي، بلا إلى علاقة بالشكل الخارجي. شخصية الحورية هي امرأة جميلة، أو حتى مش ضروري تكون فائقة الجمال، ولكنها تعرف كيف تظهر أنوثتها ومقومات الإغراء في وجهها وجسدها وطريقة لبسها وشعرها والعطر والمكياج وجميع هذه الأمور. وعادة تتعمد أن تلبس لباس غير محتشم أو لباس يوحي بالإغراء ويظهر تفاصيل مغرية من جسدها. ثانياً، غير أنها بتتمتع بهيدي الصفات الشكلية، رح خبركن شو هي التصرفات من الألف للياء اللي بتتبعها كي يخضع الرجل لها وكي يصبح يعني مثل الخاتم بإصبعها أو يلحقها أو يعمل أي شيء كرمال يوصل لإلها. السلوك أولاً، أول نقطة النظرات والابتسامة. يعني هيدي المرأة إذا رأت رجل معين وأرادت أن توقع بشباكة، فهي أولاً بتعتمد على نظراتها، طريقة النظرات المغرية اللي بتطلع فيها بالرجل، وأيضاً الابتسامة اللي يعني بترتسم على وجهها لأول لقاء مع الرجل، خلينا نقول الرجل الذي تريد أن توقعه في شباكها. من بعد النظرة والابتسامة، مثل ما بنعرف أي رجل يعني بيصادف امرأة جميلة وتتمتع بمقومات الإغراء اللي حكينا عنها، مش كل الرجال لما نظلم، ولكن 90% من الرجال إن كان أعزب وإن كان متزوج بتجذبه عندما تنظر إليه امرأة جميلة أو مغرية وتبتسم له، فهو سيسعى حتما انه يتكلم معها او يحاول يحصل على رقم تليفونها او يتواصل معها. الخطوة الثانية من بعد الابتسامة والنظرة هي المحادثة. يعني هون الرجل قرب وصار بده يحكي مع المرأة، هون طريقة كلامها مع الرجل بتوحي ان هي امرأة شهوانية، وايضا تطلق العنان للخيالات الجنسية الجامحة والمكبوتة لدى الرجل، سواء كان كمان متزوج او اعزب، فهي بتشتغل على الفانتازم الجنسي او على الخيالات الجنسية لدى الرجل، وبتوحي له انها سوف تحقق له جميع هذه الخيالات والرغبات، ايضا من خلال طريقة كلامها وحركاتها اللي بتوحي بالاغراء وبالتلميحات الجنسية. من بعد هيدي الخطوة حتما الرجل سيسعى للوصول الى هذه المرأة، انه يحصل عليها، انه يقيم علاقة معها او يوصل لها باي طريقة من الطرق. هنا ماذا تفعل المرأة الحورية؟ من بعد ما صارت الكرة بملعبها وقدرت ان تجذب الرجل، هون سوف تمتنع عن اعطائه ما يريد. فهي شو بتعمل؟ هي عبارة عن مد وجزر، تغريه ثم يقترب إليها فتمتنع وتصعب عليه، ويكون عنده مهمة كتير شاقة من أجل الوصول إليها. إذن الشخصية الحورية هي السهل الممتنع،
والنقطة الأخيرة، لما تلاحظ شخصية الحرية إنه الرجل خلص مثل ما نقول بالعامية استوى وأصبح منهك ويبذل المستحيل من أجل الوصول إليها، هنا المرأة الحرية رح تستغل الرجل بجميع ما يملك. يعني هون هي وصلت لأهدافها، ألا وهو استغلال الرجل وخضوعه لإله، وهون صارت قادرة تستغله ماديا أو اجتماعيا، لأن عادة شخصية الحرية بتكون قد تكون على علاقة بأكثر من رجل وبتتبع معه نفس الأسلوب، وهدفها هو منهم ليس الحب وليس الجنس. عادة تكون أهدافها مادية، يعني إما تريد أن تستغلهم ماديا أو تحصل على مكافآت مادية أو يعني أمور معينة اجتماعية مثل مركز أو منصب أو مال أو أي غاية تانية، حتما يعني بترجع لمصالحها الشخصية بالفايدة وبالنفع. وبنهاية هيدا الفيديو بدنا نقول إنه هيدا الأسلوب عادة ينجح مع الرجال اللي عندهم نقص أو اللي عندهم حاجة معينة أو نقص معين بشخصيتهم. عادة بتنجح شخصية الحرية مع هيدا النوع من الرجال أكثر من الرجل اللي يمكن عنده اكتفاء ذاتي أو يمتلك شخصية قوية. أيضا المرأة الحرية بتتمتع بذكاء عاطفي واجتماعي كتير كبير، حتى إذا كانت غير متعلمة، ولكن للأسف هي بتستعمل هيدا الذكاء العاطفي والاجتماعي لغاياتها الشخصية ولأهداف يعني أهداف غير شريفة مثل ما منقول. طبعا ما بنصح باتباع هيدا الأسلوب من قبل النساء، لأنه شخصية الحرية يمكن توصل لمشاكل كتير سلبية أوقات، خاصة إذا وقعت بشباك رجل مثل ما قلنا قوي ويفوقها ذكاء، هون قد تصل إلى نتائج لا تحمد عقباها بالنسبة لهيدي الشخصية. فأنا ما بنصح فيها أبدا لجميع النساء، حتى إذا كنتوا بتمتلكوا صفات الأنوثة والإغراء والجمال وغيرها من الأمور. طبعا لاستشاراتكم الخاصة أو العادية تقدروا تبعتوا لي مسج عبر الروابط اللي تركت لكم إياها بأسفل الفيديو أو بأول تعليق. إذا كان بدكم استشارة عادية مجانية فبتكتبوا لي هي جملة مختصرة لا تتجاوز الأربع أسطر، أما إذا بدكم استشارة خاصة مدفوعة فهي بتكون عبارة عن اتصال مباشر بيناتنا، ولكن هيدي الاستشارة بتكون غير مجانية بل مدفوعة. هيدا كان كل شيء بالنسبة لليوم. طبعا إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة ما تنسوا إنكم تشتركوا تضغطوا على زر الجرس كرمال يوصلكم كل شيء جديد. أنا بشوفكم بفيديو تاني وإلى اللقاء.